أقول لكل أطفال العالم، أطفال غزة، أطفال الجزائر، بأن النجاح ليس دائما وليد الأفكار الثورية، إنما هو دائما وليد الأفكار البسيطة، والنجاح أساسه الاستمرار. ولكي تنجح عليك أن تكون رغبتك في النجاح أكثر من خوفك من الفشل. إن شاء الله تصل هذه الرسالة إلى كل أطفال العالم. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.